ديالنا هنايا بناء على الدوره، بناء على النقطه 24 اللي حاطينها في جدول الاعمال ديال الدوره. هذا النقطه 24 اللي كتقول تاهيل وتثمين السوق المركزي وانتداب شركه تهيئه كازا ميناجمون. احنا هاد الناس ما ريحوش معنا، ما تناقش معنا حتى شي واحد، ما وصلنا الفكره حتى شي واحد. كنجيو هنا المصادقه والتثمين، يعني التثمين والتاهيل، شنو الفرق ما بين التامين وشنو التاهيل؟ يلا حنا ب 2019 عاد تمن السوق المركزي وتاهل 2019، ما بال مليار و600 مليون، كنجيو دابا 24 التثمين والتاهيل السوق المركزي ب 60000 درهم، ب 60 مليون ديال الدرهم، يعني 6 ديال المليار، بالسوق المركزي غيتاهل. ثانيا هذا بالنسبه لنا حنايا، هاد الناس هادو حتى شي واحد ما تناقش معنا، حتى شي واحد، ما مصير هاد التجار هادو فين غادي يمشيو؟ حتى واحد ما فتح معنا حوار. حنا من هنا من هذا المنبر هذا كنطالبوا المسؤولين فتح حوار مع التجار ومع الجمعيه على اساس باش نعرفوا شنو المصير ديالنا. شي كيقول المارشي غيتسد 6 شهور، شي كيقول عام، شي كيقول 18 شهر غيتسد المارشي. ثانيا غادي يكون فوق من المارشي مقاهي ومطاعم، ولكن الناس اللي كاينه عندنا 53 مقهى داخل السوق وغنزيدو مقاهي اخرين، اللهم ان هذا لا منكر. عندنا الباب كيتسد غدا غيجي الباب ديال المارشي مسدود، شكون غادي يحلو لك؟ الله يعلم. هذا هو السؤال. حنا دابا من هنا من هذا المنبر هذا كنطالبوا بفتح حوار معنا حنايا، ماشي حنايا رافضين الاصلاح ورافضين شي حاجه، لا بالعكس، حنا كنطالبوا بفتح حوار معنا باش نعرفوا المصير ديالنا حنا فين كاين. هذا هو الهدف من هذا المجيء ديالنا هنايا للدوره. انا تاجيره في مارشي سنترال، عندي محل هذه 25 عام وانا كنسكن برا، وكنجي دائما لذاك المارشي سنترال لان عندي خدامه وداك الشيء، لان متبعه معاهم الخدمه. هضروا لينا على بان قال لك غادي يبنيو مارشي سنترال، غادي يعاودوه، غيديروا فيه اشغال الى اخره، ولكن ما ناقشوش معنا حنا نهائيا. يعني شنو المصير ديالنا؟ خدامه باش فين غيمشيو؟ راه عائله تما، عرفتي شحال ديال العائله تما؟ مارشي سنترال على الاقل كاين واحد 1000 عائله تما، اشنو غادي يديروا؟ غادي يسدوا المارشي، فين غادي يمشيو هذوك الناس؟ شنو غنديروا مع دوك الخدامه؟ عندي الخدامه هنايا، عندي ثلاثه، عندي اربعه ديال الخدامه. انا قليل الخدامه، كاين اللي عنده اكثر من هذه الخدامه، كاين اللي عنده 10، كاين اللي عنده 8، كل شنو عنده؟ هذوك الناس شنو هو المصير ديالهم؟ اللي كلهم مزوجين وعندهم وليداتهم، هذاك هو الرزق ديالهم. انا الحمد لله، انا نقول انا غادي، راه ما كايناش، انا غنديباني راسي. وهذوك الناس اش غيديروا؟ ملي غادي يسدوا المارشي فين غنصيفطوهم؟ غيمشيو يموتوا بالجوع؟ ما هضروا معانا، ما قالنا فوقاش غادي نسدوا، فوقاش غنديروا، اش غنديروا معاكم؟ هما نورمالمون كانوا داروا الاشغال شحال هادي، كانوا دايرين اون بارتي باغ اون بارتي، مثلا سدوا بلاصه، خلوا بلاصه الناس يخدموا الى اخره. دونك تو الموند اترافايي مالغري تو، ولكن اشنو دابا هذا اش دايرين؟ دابا قالوا غادي نسدوا مارش، ايوا تسدوا هاد الناس فين غيمشيو؟ اش غياكلوا؟ واش حنا غنقدروا نعطيهم الاجور ديالهم؟ حنا ما خدامينش نعطيهم الاجور ديالهم؟ ما يمكنش. ما فهمنا والو. قال لك غادي يديروا مارشي سنترال، غادي يديروا السطوحه، غادي يديروهم هما المكازات. ديجا اللي داروا السطح فيه المكازا ما كايناش اون تيراس، يعني غادي يكون المساحه محدوده. لا بلاس يوغا با بوكو دو بلاس بور كو لي جون بيس مونجي. المكان محدود لتحت، بما ان دايرين المحلات، واخا المحلات صغار حنا غير كنخدموا في المحلات، يعني كنديروا فيهم لا كويزين، نطيبوا فيهم الى اخره، مي عندنا كاين اون تيراس، الناس اللي جاو كيجلسوا في لا تيراس وداك الشيء. وانا علاش هذا المحل عجز علي؟ يعني ماشي على باش نجي نصور فلوس، انا عزيز علي هذا المحل 25 عام وانا عندي، لان عندي سمعه طيبه، كاينه في جوجل، كيجيو عندنا اجانب، كاينه في واحد سميتو تريب ادفايزر، حنا كنجلبوا بزاف ديال الاجانب. يعني اجنبي ملي كيجي خاص يجي المحل يلقاه نقي، يلقى مثلا بلاصه فين يجلس، ولا داروا المحلات فوق السطوحه، كيفاش غادي يديروا لهاد المحلات؟ كيفاش غادي يكون المساحه فين غيجلسوا؟ هذه نقطه اخرى، فين غيجلسوا الناس ياكلوا وداك الشيء. انا ما فهمتش هاد الناس كيفاش كيفكروا، ولكن اللي مهم هو الناس ديال مارشي سنترال، التجار اش غادي يديروا؟ فين غادي يمشيو؟ هاد المده اللي غادي يحبسوا المارشي سنترال فين اش غادي يديروا؟ واش ياكلوا؟ الخدام باش غيخلصوا؟ الى اخره. وعائلات كبار، يعني ما كاينش شي واحد تما، الاغلبيه اللي خدام عند شي واحد ما مزوج وعنده وليدات. فوالا، هذا هو اللي كنهضر، انا كنهضر سيغتو خصوصا على العمال اللي كاينين تما، اش غنديروا معاهم؟ ما يمكنناش نجريو عليهم، ما عنده مسكين لا تقاعد، لا الدوله غادي تعاونه ولا حتى شي حاجه، يعني خدام كومسا، خدام بوحدو، يعني الا ما تخلصناش حنا وعطينا هذاك الشيء اللي قسم الله، ما عنده باش غادي يعيش. يعني هذه النقطه رئيسيه، هذوك الناس باش غادي يعيشوا؟